مشينا نفس المشوار. نحن 4 اخوان مش 2، 4 اخوان في نادي العين الحمد لله. لسه عندنا بامانه في 2 بعد اصغر مني ومن فوزي، فالشباب الناشئين يمتلكون نفس الشيء، امكانيات جيده. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ما في شك الواحد لما يشوف والده لاعب وعنده انجازات يطمح انه يوصل للي وصله والده. الحمد لله الله اكرمنا في هالشيء، فتح لنا طريق النجاح الحمد لله، ونحن ماشيين فيه ان شاء الله. يعني ما بنفرح يعني الناس ما تقول نحن الاثنين، لا بالعكس نفرح. اول شيء نفرح شعب الامارات، ونفرح ام العينويه، والاهم شيء الوالده لان تدعي لي ليل نهار تدعي لنا. ثاني شيء بيكون انت اسمك يعني بيكون من عناصر اللي يبنى يعني الآسيا، واسمك مكتوب من ذهب، وهذا بيكون ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله باذن الله فايزين.